بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. بيان صادر عن قيادة لواء أبو أيوب الأنصاري حول معركة الساحل. النتائج التي حققتها معركة الساحل على الصعيدين العسكري والمعنوي: أولا، من الناحية العسكرية، بعد تمكن المجاهدين بإذن الله من تحرير عدة قرى نصيرية وكانت بسهولة بالغة، وهروب عناصر الجيش والشبيحة منها وترك أهلهم وممتلكاتهم بدون حماية، وتم أسر أهم شخصية دينية لديهم وهو بدر غزال. ومن جهة أخرى، فقد خففت معركة الساحل الضغط عن عدة مناطق وجبهات، وأهمها أن النظام سحب أكثر من 50 حاجز من حماة، واستطاع المجاهدون تحرير 23 قرية في الريف الشرقي والشمالي لحماة، وسحب عدة حواجز ضخمة من جبل الزاوية في إدلب، مما أدى إلى تحرير مدينة أريحة بالكامل. هروب 20 ضابط نصيري من المعسكر وادي الضيف في اتجاه قراهم في الساحل، مما أدى إلى هروب عدد من الجنود من المعسكر. اقتتال داخل مدينة إدلب بين شبيحة وضباط من الجيش بعد محاولتهم الانسحاب من المدينة إلى الساحل. قام النظام بقصف كافة القرى النصيرية المحررة من بعيد، مما يدل على أن النظام لا يميز بين طائفته وباقي الطوائف. أما من الناحية المعنوية، فقدان ثقة الطائفة النصيرية والكثير من مواليهم بقدرات الجيش الباسل، حالة غليان وخوف وانعدام الأمن أصبحت تعيشها مدن الساحل وقراها بعد العملية. فقدان ثقة الكثيرين من مؤيدين لهذا النظام بقدرته على إعادة السيطرة على البلاد، لجم الكثير من الأفواه المؤيدة لهذا النظام بعد هذه الهزيمة. حالة النزوح الكبيرة بين النصيريين عن قراهم باتجاه اللاذقية وسكنهم داخل مدارس كنازحين، والضغط على النظام بشكل كبير لتأمين ملاذ آمن لهم. وبعد سرد هذه المعلومات الهامة، يتوجب على كافة الأنماط والكتائب والمجاهدين الشرفاء، ونؤكد على كلمة الشرفاء، الذين لا يرتبطون بأجداد خارجية، والذي يهمهم الخلاص من هذا النظام بأسرع وقت ممكن، التوجه الفوري إلى الساحل والالتحاق بالمجاهدين هناك لتوجيه ضربة قاسمة تنهي هذا النظام، لأن قتل الأفعى يأتي بضربها على الرأس، ورأس هذا النظام في جبهة الساحل. والسلام عليكم.